ودلوقتي مع السؤال الأول. السؤال الأول بيقول: بر الوالدين المذكور طبعاً، عايزين نعرف ما هو المقصود بالوالدين هنا؟ لا لا، الحمد لله، أدي السؤال الأولاني يعني. الحمد لله. هل هم الأخ والأخت، ولا الأب والأم، ولا العم والعمة، ولا الجد والخالة؟ أنت بتفكر في إيه؟ يا سؤال سهل، بتفكر في إيه؟ ينفع أنقي إيه، حاجة من هنا وحاجة من هنا؟ حاجة منين على فين؟ شاكك في العم والخالة. أوه، دي ما عرفش الوالدين. أمال لما يسألوا عن أوبنهايمر هيقول إيه؟ أنت إجابتك النهائية إيه؟ أنا شاكك في الرابعة، بس مش أكيد. لا شيء مما سبق. جبر يلمكم كلكم. أنتوا إيه؟ له خطأ؟ أنت كنت بتذاكر له إيه؟ بتذكر له ايه؟ بتذكر له ايه؟ كان بيسرق فلوس الدرس منين؟ ما كانش بيستوعب حاجه. ايه يا جماعه ده؟ يا جماعه ايه ده؟ ستوب يا جماعه، في ايه؟ حد سكت لي الناس دي يا جماعه؟ ايه ده؟ يا مؤاخذه، اهم حاجه التركيز. ركز. يا ريت بقى نركز. استاذ حزلقوم، يعني انت تقصد ان الوالدين هم الجد والخاله؟ ما اصل هي اصلها مش بالالقاب، هي بالعطاء. يعني ممكن مثلا جوز امك ويبقى حنين، وممكن مثلا يبقى الخال والد، والام مش اللي ربت، ولا اللي ربت باين. العموديه هتروح يا صرم، هغير كاريري. يعني دي اجابه نهائيه؟ ماشي يا عم، اجابه. الاجابه الثانيه اللي هي ايه؟ تحتفح لي المحضر الثانيه يا استاذ حزلقوم. يعني انت عايز تقول ان الوالدين المقصود بيهم هنا هم الاب والام؟ هتطلع غلط. إجابة صحيحة، وبقى معاك 100 جنيه. ما شاء الله. الله أكبر. الله أكبر. في إيه؟ في إيه؟ ارجع. هتجيب لي ايه دي؟ هتجيب لي علبة ميريت؟ طب ما نستنى سؤالين كمان ونجيب قروصة. سؤالين ايه؟ انت عايشتنا في هلع من اول سؤال. اسعى زلجوم، قروص في اليد خير من دينيس في البحر. دينيس مين؟ قروص في اليد خير من فرط من الكشك. يا ابني ليه؟ صدق صح؟ 3 2 1 خش بالفلتر. ايه يا ابني ده؟ ايه يا ابني اللي انت بتعمله ده؟ اتفضل اطلع على مكانك. يلا اتفضلوا يا جماعه، اتفضلوا. استدردك. طيب يا سيدي، اتفضل 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 يا جماعه. ايه ده يا جماعه؟ يا انتاج ايه الفوضى دي؟ خد يا حزلقوم، انت محتاج تتجول. الله، ايه ده فاضي؟ لا، دي فلامنك من نص الكوره. لا ما بحبوش، انا بحب ابن الطروف عشان يبقى مشاعر احمر. انت تعرفي ان جبن الفلامنك معمول من طار الفلامنكو؟ فلامينكو ايه يا ابني بقى؟ ما عشان من بره احمر ومن جوه ابيض. يا سيدي اسكت بقى شويه. يلا نفسني يا عم. بس يا سيدي. لا 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 لا. وانت كمان يلا يلا اطلعي فوق، يلا مكانك، يلا يلا. انت بتزعج لمين يا جدع انت؟ لا مؤاخذه يا كبير، انا اسف. جنيته اللي لا مؤاخذه. اتفضلي يا هاني، اتفضلي على مكانك، استريحي، اتفضلي فوق. اتفضلي. نستخف ما تختشيش. تعالى. استغفر الله العظيم، احنا لسه في اول سؤال، امال هنعمل ايه في بقيه الحلقه؟ يلا. ودلوقتي جينا للسؤال الثاني. السؤال الثاني بيقول: أي من هذه الفواكه لونه أحمر؟ القوطي. 1 العنب الأخضر، 2 البلح الأصفر، 3 الفراولة، 4 الموز. قلت له انسحب. انت ليه ما ذكرتش لون الموز؟ هو الموز ليه كذا لون؟ اه طبعا، في الاصفر، في الاخضر، في الاسود. الاسود؟ اه، اللي امنا بتعمله عصير، بتقول لك اوعى الفريش، واللي برضك انا بيني وبين الشلل عشتك بيضرب ويبقى. بقول لك ايه، بيبقى في ذباب صغير طاير حواليه، ده بيجي منين؟ دي بتبقى فطريات صغيره بتبقى انا مالي؟ جاوب على السؤال. طالما بتغلوش على الموز يبقى دي التركاية. تركاية ايه؟ هو في موز احمر؟ جايز، ما انت لو لابس نظارة شمس عدستها حمراء هتشوف الموز احمر. هي الاجابة.
سلام. لا 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 هرجع في كلامي. الإجابة رقم 3 مش الفراولة؟ يعني لآخر مرة الإجابة إيه؟ فراولة. للأسف الإجابة صحيحة وأصبح معاك 500 جنيه. إيه ده؟ إيه يا جماعة ده؟ يا جماعة اطلعوا برا. إيه فرحة الدرايدي؟ ما تخليهم يشغلونا مزيكا. بقول لك والنبي كلمهم في الكوندر لوك قول لهم يشغلوا أي حاجة وطنية لحسين الجسم. وطنية ايه حسين الجسم؟ ايه يلا يا ابني انت وهو يلا اتفضلوا اطلعوا مكانكم يلا بطلعكم بره الاستوديو. انسحب يا سحزلقوم انسحب. الانسحاب حلو. ايه ده انت مدمن يلا اعراض انسحاب كتاكيله وانت شبه الواد اللي فطر الحياه. قطر الحياه انت مشفتوش؟ ما هو بيعدي بسرعه يا سحزلقوم. يلا 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 امشي يا عم عايز انسحب وخلاص. اتفضلوا اتفضلوا يلا يا ابني يلا يا حبيبي اتفضل. اللهم صل على النبي دي شكلها هتحلو. أنا ما شفتش كده في حياتي. اشترك في باقات واتشة الشهرية من 14 جنيه و99 قرش وباقات سنوية من 149 جنيه و99 قرش.